بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد السيد السلموني من قناة STC سلموني تريدينج شانل. أهلا ومرحبا بكم في كورس التحليل الفني. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الجزء الثالث من سلسلة الشموع اليابانية، عنوانه أنواع النماذج في الشموع اليابانية. في هذه المحاضرة سوف نستعرض أنواع هذه النماذج وأشكالها وأسمائها وكيفية التداول بها، والهدف من ذلك هو تجهيز المتداول لاستخدام هذه المعلومات في عملية التداول. مبدئيا كده، الشموع اليابانية هي طريقة لعرض الأسعار، وفي نفس الوقت أسلوب تحليل فني قوي وفعال. هذا يعني تقريبا أنه لا يوجد شرط أقوى وأوضح من الشموع اليابانية. من حيث النوع يوجد نوعان من نماذج الشموع اليابانية. النوع الأول نماذج شموع يابانية انعكاسية، النوع الثاني نماذج شموع يابانية استمرارية. أولا النماذج الانعكاسية، وظيفتها أنها ترشح السعر في معظم الأحوال إلى تغيير سلوكه السابق، وتعتبر الأكثر عددا في سلسلة الشموع اليابانية. عشان كده إحنا بنستخدمها كتير في الأماكن والاستراتيجيات التي تعتمد على الانعكاسات، مثل أماكن الدعم والمقاومة. ويجب معرفة أن النماذج الانعكاسية يوجد منها نماذج مفصلية قوية في الانعكاس وأخرى أقل تأثيرا، إلا أنها تظل أيضا لها خاصية الانعكاس، ولكن ليس بنفس قوة النماذج المفصلية. وهذا معناه أن النماذج الانعكاسية نفسها تنقسم إلى قسمين. الأول نماذج انعكاسية قوية تسمى مفصلية، يكون لديها القدرة على تغيير السلوك السابق وعكسه. ثانيا نماذج انعكاسية أقل قوة، ولكن هذا لا يعني أنها غير فعالة في قدرتها على إحداث الانعكاس، فهي تبقى فعالة ونتعامل معها على أنها انعكاسية، ولكن في ضوء بعض الشروط الأخرى على الشرط. ثانيا النماذج الاستمرارية، وظيفتها أنها ترشح السعر في معظم الأوقات إلى الاستمرار في نفس الاتجاه السابق لها، بمعنى أنه إذا كان الاتجاه صاعد فهي تعطينا دلالات على أن السعر سوف يكمل صعود ولن ينعكس. ونفس الحال إذا كان الاتجاه هابط، هذه النماذج تعطي دلالات باستمرار الهبوط وأن السعر سوف يستمر في اتجاهه. وتعتبر النماذج الاستمرارية أقل عددا في سلسلة الشموع اليابانية. أما بالنسبة لأشكال الشموع اليابانية، يوجد العديد من الأشكال التي تحدد نوع النموذج والدور المتوقع منه في عملية التداول، سواء بالبيع أو بالشراء أو بالانتظار. ومهما اختلفت أنواع هذه النماذج من حيث كونها انعكاسية أو استمرارية، ومهما اختلف دورها، فهي تندرج تحت التصنيفات الآتية. لدينا 4 تصنيفات للشموع اليابانية. رقم 1 نماذج تتشكل من شمعة واحدة. 2 نماذج تتشكل من شمعتين. 3 نماذج تتشكل من 3 شمعات. 4 نماذج تتشكل من أكثر من 3 شموع. علما بأن هذه الأنماط أو هذه النماذج الأربعة مهمة جدا أن يفهمها المتداول من أجل أن يستطيع أن يتداول بها ويكون مهيئا لعملية التداول. أولا النماذج المكونة من شمعة واحدة. عندي 7 نماذج: 1 دوجي، 2 خط الحزام الحاجز بيلت هولد لاين، وينقسم إلى قسمين: بولش بيلت هولد لاين وبيرش بيلت هولد لاين. 3 الموجة العالية هاي ويف،
4 المطرقة هامر، 5 الرجل المعلق أو الرجل المشنوق هانجينج مان، 6 المطرقة المقلوبة انفيرتد هامر، 7 النجمة الطائرة شوتينج ستار أو تسمى نجمة المساء. ثانيا نماذج الشموع اليابانية المكونة من شمعتين وهي عبارة عن 8 أنماط. الأول الحصار انجولفينج، وينقسم إلى الحصار الصاعد الشرائي بوليش انجولفينج باترن، الحصار الهابط البيعي، ثانيا الاختراق بيرسينج، ثالثا غطاء السحابة المظلمة دارك كلاود كفر، رابعا هرامي المرأة الحامل، خامسا هرامي كروس هرامي، سادسا الهجوم المضاد كونتر أتاك، وينقسم إلى قسمين هجوم الثيران المضاد بوليش كونتر أتاك، هجوم الدببة المضاد بيرش كونتر أتاك، تابعا البرج تاور وينقسم إلى قسمين برج القمة تاور توب وبرج القاعدة تاور بوتوم، سابعا البرج تاور وينقسم إلى قسمين برج القمة تاور توب وبرج القاعدة تاور بوتوم، ثامنا الملقات أو التوأم تويزرز وينقسم إلى ملقات القمة تويزرز توب وملقات القاعدة تويزرز بوتوم، ثالثا النماذج الإنعكاسية المكونة من 3 شمعات وهي مكونة من 7 أنماط، 1 دوجي نجمة دوجي ستار، 2 نجمة الصباح مورنينج ستار، 3 نجمة دوجي الصباح مورنينج دوجي ستار، 4 نجمة المساء إيفنينج ستار، 5 نجمة دوجي المساء إيفنينج دوجي ستار، 6 الغربان الثلاثة السود 3 بلاك كروس، 7 الجنود الثلاثة البيض 3 وايت سولدرز. أما النماذج الاستمرارية فهي عبارة عن 3 أنماط، 1 الطرق الثلاثة الصاعدة رايسينج 3 ميثودز، 2 الطرق الثلاثة النازلة فيلينج 3 ميثودز، رقم 3 النافذة ويندو. أما الأنماط المكونة من أكثر من 3 شموع مثل نموذج الثمانية خطوط سعر جديدة. وهذا على سبيل الإجمال والحصر، وسنتابع التفاصيل بإذن الله في المحاضرات القادمة. إلى أن نلتقي لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.